أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح اليوم أن رجال المنافذ الحدودية خط الدفاع الأول عن الوطن وصمام الأمان في مواجهة من يريد العبث بالأمن. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للشيخ محمد الخالد شملت ميناء مبارك وجسر جابر مرورا بالحدود الشمالية، تضمنت زيارة قطاع العبدلي ومراكز حدودية عدة تابعة له وهي مركز البحيث ومنقة والعازمية والمزارع بالإضافة إلى جزيرة أم المرادم. وقد استهل الشيخ محمد الخالد الصباح جولته يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد على متن طائرة عمودية بتفقد ميناء مبارك الكبير، حيث اطلع على المشاريع المقامة ومراحل الإنجاز وآلية التنفيذ مرورا بالخدمات المقامة للدعم اللوجستي للمشروع. وأبدى الشيخ محمد الخالد الصباح ارتياحه لما تم إنجازه في مشروع الميناء حتى الآن، وشدد على الالتزام بالمراحل المقرر إنجازها في المستقبل، مؤكدا أن هذه المشاريع تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين. واستمع لجميع الملاحظات والنقاط التي تحتاج إلى السرعة في الإنجاز وتلافي الأخطاء والسلبيات والعمل ضمن فريق واحد من أجل الانتهاء وفق المواعيد المقررة والمحددة والمعتمدة في هذا الشأن. وبعد ذلك قام الشيخ محمد الخالد الصباح بجولة في مركز البحيث الحدودي، حيث كان في استقبالهما وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح ومدير عام الإدارة العامة للحدود البرية بالإنابة العقيد عثمان الكندري وعدد من الضباط الميدانيين بقطاع أمن الحدود. ونقل الشيخ محمد الخالد الصباح لإخوانه وأبنائه رجال قطاع أمن الحدود تحياتي وتقديري حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهما، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يقدمونه من جهد من أجل أمن الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الوطن بالخير واليمن والبركات. واطمأن الشيخ محمد الخالد الصباح على الحالة الأمنية على الحدود الشمالية ومدى جاهزية رجال الأمن واستعدادهم وفقا للخطط الموضوعة. وبعد ذلك تفقد غرفة العمليات بمركز البحيث واستمع لشرح مفصل عن الآليات الموجودة ومدى الجاهزية لتأمين الأماكن الحدودية، ثم استمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل والمشاريع الحالية للتطوير وخطط الصيانة والتحديث، كما اطلع على العديد من الآليات الحديثة المستخدمة ومنها الأرجو، كما تفقد الوحدات العاملة والمهام الأمنية المنوطة بها خاصة في مجال المراقبة المتطورة والتقنية العالية في مجال المراقبة بما يهدف إلى زيادة كفاءة أداء رجال أمن الحدود. وأعطى الشيخ محمد الخالد الصباح العديد من الملاحظات بشأن تأمين وجاهزية المراكز الحدودية على طول الحدود الشمالية، كما اطلع على الوحدات العاملة في المركز وأعطى توجيهاته بضرورة أخذ الحيطة والحذر واستخدام الأنظمة الذكية الحديثة في مجال تأمين الحدود. وانتقل إلى مركز أم نقة ثم مركز العازمية ومركز المزارع، حيث التقى بأبنائه وأخوانه رجال قطاع أمن الحدود. واستمع الشيخ محمد الخالد الصباح إلى شرح تفصيلي من القادة الميدانيين لرجال أمن الحدود عن آلية العمل بالإضافة إلى تنفيذ الخطط الموضوعة بشأن تأمين المنطقة الحدودية بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية الفعلية المتخذة حاليا وكيفية الربط والتنسيق مع المراكز الحدودية أولا بأول لتأمين الحدود على طول امتدادها، وكذلك الإجراءات الاحترازية الإضافية الموضوعة والمعمول بها على مدار الساعة، حيث أكد على الاستراتيجية المستقبلية لجميع المراكز الحدودية وجاهزيتها للتعامل مع الأحداث الطارئة. ومن جانبه قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح بتقديم إيجاز أوضح فيه أن حدود الكويت البرية آمنة تماما بفضل سواعد الرجال العاملين في قطاع أمن الحدود مستخدمين أحدث التقنيات التي وفرتها الدولة لمساعدتهم على ضبط الحدود وتأمينها. وأضاف اللواء اليوسف أن المهمة الأساسية لقطاع أمن الحدود هي حماية الحدود البرية والبحرية الكويتية من أي تجاوزات أو اختراقات أو عمليات تسلل،
وكذلك حماية المجتمع من أنواع التهريب بكافة أشكاله، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لجهات أخرى في الدولة من خلال السيطرة الكاملة على الحدود، ومن خلال توزيع الدوريات البرية والبحرية، واستخدام منظومة إلكترونية متطورة تعد الأحدث على مستوى العالم. وأشار اللواء اليوسف إلى أن الحدود البرية الشمالية بدءا من مثلث السالمي إلى أم قصر يراقبها 19 مركزا حدوديا مزودة بكافة الأجهزة التقنية الحديثة والآليات والأفراد لتنفيذ عملهم على أكمل وجه من خلال عدة احترازات، منها الأنبوب الحديدي والخندق والشبك الكهربائي، بالإضافة إلى الدوريات العاملة على مدار 24 ساعة. وأعرب الشيخ محمد الخالد الصباح عن تقديره لجهود العاملين في قطاع أمن الحدود، مؤكدا أنهم العيون الساهرة على أمن البلاد بكل يقظة وبسالة، وشدد على أهمية تدريب القيادات والضباط والأفراد والاهتمام بهم من خلال تكثيف الدورات التدريبية الداخلية والخارجية لتطوير عملهم وزيادة كفاءتهم بما يواكب التطور التكنولوجي للأمن. ثم انتقل الشيخ محمد الخالد الصباح يرافقه الفريق الفهد إلى منفذ العبد للحدودي، حيث كان في استقبالهما مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد موسى السيف، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين، ومدير عام أمن المنافذ البرية بالإنابة العميد عبيد بوصليب، وعدد من موظفي الجمارك وموظفي وزارة الصحة، حيث نقل الوزير إليهم تهنئة القيادة السياسية العليا بعيد الأضحى المبارك. والتقى الشيخ محمد الخالد الصباح رجال الإدارة العامة للجمارك، واستمع من مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف إلى إيجاز كامل عن نظام وآلية العمل للمراكز الجمركية والجهود المبذولة للتسهيل على المسافرين وخطة تطوير وآلية تفتيش الشاحنات والجهود المبذولة في ضبط الممنوعات وحالات التهريب. وأوضح السيف أن عدد الشاحنات التي يتعامل معها منفذ العبد للحدودي يتراوح بين 400 إلى 600 شاحنة يوميا، مستعرضا بعض المضبوطات والممنوعات التي تم ضبطها مؤخرا وإجراءات الجمارك لمواجهة الطرق المبتكرة للمهربين وآلية اكتشافها بشكل سليم. وشدد الشيخ محمد الخالد الصباح على ضرورة تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بكل دقة وتسهيل دخول وخروج الشاحنات. ومن جهته استعرض اللواء الياسين أمام الشيخ محمد الخالد الصباح مشروع منفذ العبدلي الذي يضم خدمات وزارة الداخلية من مخفر للشرطة والمنفذ الحدودي والإدارة العامة للجمارك، والذي صمم على أحدث الأساليب المعمارية وزود بأحدث التجهيزات لتسهيل حركة الدخول والخروج وإجراءات السيطرة ضمن الخطة الموضوعة لتأمين المنطقة. وأكد الياسين أن القطاع أعد منظومة أمنية متطورة تشمل عديدا من أجهزة الرصد وكاميرات المراقبة والأبراج والمراكز والنقاط الأمنية والأجهزة والمعدات الرقابية والدوريات المستمرة على مدار الساعة، تعمل جميعها في شكل متكامل لتعزيز عمليات الربط والمراقبة من خلال شبكة الاتصالات اللاسلكية المتطورة التي يصعب اختراقها. وأضاف أن كافة رجال الأمن في قطاع المنافذ لا يألون جهدا في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه من الأخطار التي تحتق به في ظل منظومة أمنية شاملة لقطاع المنافذ بالتعاون مع قطاعات وزارة الداخلية.